قراءتنا في صحف أمريكا الشمالية نستهلها من الولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات لشرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين وثلاثة رجال شرطة سابقين آخرين لانتهاك الحقوق المدنية لجورج فلويد العام الماضي خلال عملية توقيفه التي تسببت في وفاته، وهو إجراء يمكن أن يوفر قدرا آخر من المساءلة في قضية أثارت احتجاجات على مستوى البلاد ضد انتهاكات الشرطة. ومن جانبها أفادت صحيفة الجورنال دو مونريال أنه تمت دعوة كوفيد 19 على متن حافلة واحدة على الأقل من منطقة بورس التي سافرت إلى مونريال للمشاركة في تظاهرة جمعت 30 ألف شخص بمناسبة فاتح ماي. وقالت الصحيفة إنه وفقا لمصدرين مختلفين فقد انتهى المطاف بأحد منظمي المجموعة في غرفة الطوارئ في مستشفى سان جورج مع اختبار فحص إيجابي.